وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جيهان مديح رئيسة حزب مصر أكتوبر. دكتورة جيهان، بعد التحية، مصر شهدت طفرة كبيرة على كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. ما الرسالة التي يوجهها الحزب من خلال دعم الرئيس السيسي للترشح للرئاسة؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى سادة المستمعين. أولا خليني أقول بس في البداية إن حزب مصر أكتوبر كان من البداية مساند جيد جدا منذ كان الفريق عبد الفتاح السيسي. أطلقنا حملة بأمر الشعب، الحملة كانت وقتها لتكليف السيد عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة الجمهورية. بالتالي كانت بالنسبة لنا احنا كحزب مصر اكتوبر في هذه المرحلة ايضا العصيبة التي تمر يعني بالعالم كله، مش هنقول بمصر ولكن بالعالم كله، كان امامنا ان احنا نعقد المكتب التنفيذي لحزب مصر اكتوبر ينعقد واللجنة العليا لحزب مصر اكتوبر للاعلان عن مرشح حزب مصر اكتوبر. وبالتالي كانت انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امام الجميع، تحدثنا عن هذه الانجازات، تحدثنا عن المخاطر اللي احنا شفناها سواء كانت في الماضي وفي الحاضر. يعني احنا عاصرنا هذه الفترة الزمنية منذ من قبل 30 يونيو ثم 30 يونيو ثم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فصوتنا جميعا بالإجماع على يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح حزب مصر اكتوبر، وايضا يعني يكون تنطلق حمله هنكمل المشوار لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن سابقا كانت بامر الشعب، كان الشعب كله وقتها واستفتينا الشعب وجمعنا استمارات من 9 مليون، جمعنا 9 مليون استماره لترشح وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي. النهارده احنا بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكمله المشوار، تكمله تلك الانجازات الكثيره على ارض الواقع. النهارده احنا بنشوف مدن جديده انشئت في وقت يعني سريع جدا، شفنا مصانع انشئت، شفنا سواء على المحور السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، شفنا انجازات عديده جدا في الفتره السابقه. وهنكمل بعد كده في المستقبل ان شاء الله باذن الله، وهنكون خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باذن الله، وهنكمل معاه المشوار، وهندخل كل بيت نوعي الناس وثقافهم ان في حملات كثيره جدا مضاده في الفتره الاخيره وبكثافه يعني لم نعتاد عليها، مصروف عليها كتير قوي قوي، واحنا ملاحظين ده ورافضينه كحزب مصر اكتوبر. احنا عندنا يعني يعتبر جهاز رصد لكل الاحداث وكل المشاكل والعراقيل اللي يعني بتحدث لمصر من قوى الشر خارج مصر. فبالتالي احنا يعني واقفين في ظهر مؤسساتنا وفي قيادتنا، وشفنا اخلاص السيد الرئيس في الفتره اللي تولى فيها الرئاسه، شفنا الامن والاستقرار في هذه الفتره، شفنا القضاء على الارهاب اللي احنا كنا بنعاني منه، شفنا ارواح ولادنا وشبابنا واحنا بناخد طرهم اللي فقدوا حياتهم بسبب الارهاب وقوى الشر اللي كانت محيطه بينا. فبالتالي احنا هنكمل مشوار باذن الله مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، جزيل الشكر لك دكتوره جيهان مديح رئيسه حزب مصر اكتوبر، شكرا لك.